أهلا بكم. رابع أكتر لاعب مصري صنع أهداف في مسابقات الكاف للأندية 14 أسست ومحتاج 8 أسستات فقط ويبقى الأول. 44 أسست خلال موسمين ونصف رقم خيالي أساسا. أصلا في لعيبة عندنا في مصر بيتقال عليهم أساطير وما عملوش نص الأسستات دي على الإطلاق. 103 مساهمة تهديفية في موسمين ونصف حرفيا خيال، يعني في الموسم بيساهم ب 41 هدف. مين في تاريخنا في مصر يقدر يعمل الكلام ده باستثناء محمد صلاح؟ 357 عرضية ناجحة ما بين الدوري المصري وبطولات الكاف بداية من المجموعات آخر 4 سنوات. مين عنده مهارة ودقة إرسال عرضيات زي الملك أحمد السيد زيزو؟ أعلى معدل صناعة فرص في بطولات الكاف آخر 4 سنين، كل 33 دقيقة بيصنع فرصة بإجمالي 100 فرصة صنعها حتى الآن. السنة دي بطولة استثنائية بكل المقاييس، الأكثر صناعة للفرص 21 والأكثر أسيستات كمان 5 وأكثر مساهمة 8 والأكثر صناعة للفرص المحققة للتسجيل 6 فرص. السنة دي بيقولوا عامل موسم سيء وهو مساهم ب 18 هدف، ومع نهاية الدوري هيعدي كالعادة موجب 30 مساهمة تهديفية. أخيرا الملك محتاج 5 مساهمات فقط وهيبقى الأكثر مساهمة بالأهداف في تاريخ الزمالك القاري. الخيال العلمي أحمد مصطفى زيزو، شابوه أحمد السيد زيزو.